مساء الخير، اهلا بحضراتكم. احب ارحب بجميع الضيوف وارحب بجميع الفرق المشاركه معانا في المهرجان الاول، ونتمنى ان شاء الله ان نحقق النجاح اللي احنا بنتمناه. احنا سعداء ان احنا من اول مهرجان لينا في الفولكلور ان يكون هنا في دمنهور. احب ارحب بالساده الاعلاميين اللي حضروا مخصوص من القاهره لحضورهم ومشاركتهم معانا هنا النهارده. بسم الله افتتح المهرجان.
الحقيقة هي انت يا بهية، الحقيقة هي انت.